بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نواصل دائما سلسلة المحاضرات المقدمة عبر الإنترنت فيما يخص مقياس تحليل الكمية مقدمة من الأستاذ صالح صلاح الدين. إذا المحاضرة الخامسة تسمى ولا العنوان نموذج الانحدار البسيط. فكان نموذج الانحدار البسيط أو نموذج انحدار الخطي البسيط للبسيط الخطي. إذا احنا هذا من أهم النماذج الموجودة في الاقتصاد القياسي وتحليل الكمي. دونك نبدأ بالعنوان الأول، ندرس الإطار العام لنموذج الانحدار البسيط. يتكون نموذج الانحدار البسيط من متغيرين فقط. وهنا كي نهضرو على نموذج الانحدار البسيط عندنا غير متغيرين، احنا عندنا سواء نبرزو لهم إكس و إيكغاك ولا نبرزو رموز أخرى دائما ندل على أن إيكغاك هو متغير تابع. ممكن نعطيوها رمز آخر، لكن أغلب التمارينات نديرو إيكغاك كأنه متغير تابع. ثم متغير مستقل لدينا إكس أو رمز إكس اللي يعبر عن هذا المتغير المستقل. ودائما دائما في نموذج الانحدار البسيط يكون متغير مستقل إكس يشرح أو يفسر حدود متغير التابع إيكغاك. إذا يمكننا وصف العلاقة العامة لهذا النموذج بشكل تعريب. أو حنا في الرياضيات عندنا هذه مثلا هنا إيكغاك يعتمد أو يساوي فونكسيون إكس، ولا إيكغاك يكتب بدلالة إكس، مما يوضح أن المتغير التابع يعتمد على المتغير المستقل. ثم الإطار العام لشكل نموذج الانحدار البسيط عندنا إيكغاك تي يساوي أ زيرو زائد أ إكس تي زائد إبسيلون تي. هذا تقريبا هذا هو النموذج اللي نتكلم عليه. دونك تلاحظوا هنا يعني دير تي مثلا هنا عندنا سلسلة زمنية. إذا حيث إيكغاك تي يعبر عن المتغير التابع والذي يقيم قيم مبينة تختلف من فترة واحدة إلى فترة تي، ما إكس تي يعبر عن المتغير المستقل الذي قيم مبينة تختلف من فترة واحدة إلى فترة تي بطبيعة الحال. ثم أن A0 هي معلومات ثابت أو من وجهة النظر الاقتصادي تمثل حالة الكفاف. طبعا هذه ثابت تكون عبارة عن المعاملات الخارجية التي لم يتم إدخالها أو التي لم يتم نمذجتها داخل هذا النموذج. بينما أن A1 هي معلومات المتغير المستقل والميل الحدي، ممكن تعتبرها ميل حدي للاستهلاك، ميل حدي للطلب على الطاقة إلى آخره. عندنا عدة ظواهر اقتصادية تدرس أو ترتبط بالميل الحدي هذا، وهي عبارة عن مقدار الزيادة المتحقق في قيمة المتغير التابع إيكغاك نتيجة زيادة في المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة. أما عندنا الحد الخطأ، ولا كما أشير سابقا فإن هناك خطأ العشوائي إبسيلون تي الذي يكون العلاقة الموجودة بين متغيرين، حيث يبين أن كان هناك انحراف بين العلاقة الحقيقية والمعادلة الإحصائية بنتيجة الأخطاء في قياسات أو في معاينة أو في تحديد. هذه كنا فسرناها تقريبا في المحاضرة ثلاثة أو الفيديو ثلاثة. إذا بدون إطالة نمر إلى عملية تقدير نموذج انحدار الخط البسيط من المربعات الصغرى. دونك حنايا الطريقة اللي نستعملوها طريقة التقدير لاستخراج A0 و A1 هي طريقة المربعات الصغرى. دونك حنايا نعطيو كما نقولو نظرة علاش طريقة المربعات الصغرى كيف تعمل ولا الفلسفة تاعها. إذا حنا عندنا هذا الرسم الآتي. بون أنا كي نعطيكم هذا الرسم طريقة راه كما نقولو خام ولا بوت، دونك ما يقدوش هكا تفهموا. دونك نشرح لكم بطريقة أسهل. دونك نفرض أن لدينا كما نقولو نموذج إيكغاك إكس، عندنا متغيرين فيهم بيانات تاعهم، وهنا الفترة اللي راه عندنا كلمة مختلفة، وهنا إيكغاك عندنا فترة مختلفة. أنا راني كاتب إكس أن إكس دو إكس واحد حتى إكس إي ماناش عارفين شحال. وهنا عندنا كما نقولو قيم، عندنا إيكغاك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره إلى إيكغاك إي ماناش عارفين شحال كاين. دونك هنايا واش باغي نرسم هذا اللي راه الرسم اللي راه بالأحمر، كيش نرسمه؟ كان مثلا إيكغاك هادي واحد مثل قال 20، هنا 20 تقابلها كما نقولوا إيكغاك هنا تقابلها واحد القيمة 10، نعطيو النقطة هنا ونحطوها. عاود نرسمو هنا قال هنا قيمة 40 مثلا، وهنا في الإكس وقيمة في إيكغاك قال هنا 60 ولا 70 مثلا. عاود كملوا كما كانوا نرسمو في الرياضيات، نرسمو هذا المنحنى أحمر صح. إذا هادو القيم الحقيقية ولا قيم الملاحظة للنموذج تاعنا تاع نموذج الانحدار البسيط. ثم ديروا واحد الرسم كالاتجاه العام، شوف الاتجاه العام كيش داير المنحنى هذا، ماذا بينا يكلي يوسط المنحنى اللي راه عندنا، وسطها كامل راكم تشوفوا وسطها. دونك هو في عين واحد هو عبارة عن نموذج مقدر ولا عبارة عن قيم مقدرة. خاطر علاش؟ خاطر ابي بري هذا كلي هو الشكل المقدر لهذا الشكل الحقيقي. هذا الشكل الحقيقي بعد العملية التقدير ولا بعد كما نقولوا باش نديروا الاسقاط عليه تحصل على هاد النقاط، وبالتالي يعطيناك كما نقولوا هذا المستقيم
الذي هو عبارة عن قيم التقديرية. صح. من بعد احنا هذه العملية التقدير، علاش رسمنا هذا الرسم؟ هذه هي الطريقة المربعة الصغرى. فهذا الرسم عبارة حنايا واش غادي نديرو، كلي من الحقيقي نقوم بإسقاط هذه النقطة هكا، كيبدا نسقطو هكا، نبدا نقلصو الأخطاء إلى أقصى درجة، نحاول نقلصوها إلى أقصى درجة، بالتالي لكي نحصل على واحد شيء هو تدنية الأخطاء المربعة. صحيح. دونك هذيك تدنية الأخطاء المربعة بالتالي هي اللي هي اللوب تاع العملية التقضية بطريقة المربعات الصغرى. دونك أنا عاود باش نزيدو نوضحوا الصورة أكثر، ناخد صورة ثانية، هذا شكل ثاني، ما أنا باش تفهموني تقريبا. هذا كما قلنا كاتب بالإنجليزية regulation line، هذه ديجا هذه مستندة من المطبوعات أستاذ حياة هشام. هذه كما نقولوا regulation line، كما نقولوا حنا قيم تقديرية، اللي كان عندنا هذاك الخط الأحمر، وهادو لي بوان اللي راكم تشوفوهم لي بوان تاع القيم الحقيقية. راكم تشوفوا بلي هنايا شوية كما نقولوا الكولور تاعهم شوية روش، روش كلير كما نقولوا. هادو هما كما نقولوا الارتام تاع لي او، هادو هما الاخطاء. حنايا ماذا بينا نقوم بتصغيرها ولا تدنية هذه الاخطاء تاوا. دونك حنا كي نوليو الرسم السابق هذا، نشوفوا كيش راه يجي، عاود هنا راه يجينا لي بوان. هاد لي بوان ماذا بينا كاع يصغروا. دونك هادو كي يصغروا كامل، صغروا كامل، منها قد خرجوا واحد المعلمة، ها ودي معلمة نتاع الأ أن، هي اللي تشكلني على حساب كما نقولوا الأخطاء المدنية. والأ زيرو بطبيعة الحال هي كما نقولوا نقطة الانطلاق. إذا كانت هنا 10 بطبيعة الحال هنا الأ زيرو تكون عندنا 10. إذا كانت عندنا عاود الأ أن، نشوفوا هذا الميل كيش راه يجي، نقول مع تدنية الأخطاء كيش راه يجي. صح. اذا احنا باش نزيد نوضحوا الصوره، هذه لخصنا هنا كما يتضح عن المنحنى، فين خط الانحدار الامثل والذي يمر عبر النموذج الحقيقي. دونك النموذج الحقيقي هذا الزرق راه يمد لنا كما نقول على المنحنيات هذو كامل، هذا النقاط باكبر عدد من النقاط مع تقليل نسبه الخطا. وماذا بينا كاع هذوك النقاط الحقيقيه تدخل لنا داخل هذا الخط، ولكن بتقليل نسبه الخطا ولا تدنيه نسبه الخطا. هذا بيكونوا صغار، هذه الفجوه اللي هنا تكون صغيره. لذلك في هذه الحالة نستخدم طريقة المربعات الصغرى، أو هذه هي طريقة المربعات الصغرى أو المربعات الصغرى العادية بطبيعة الحال لتقليص نسبة الأخطاء الحادثة إلى أقصى درجة ممكنة، والتي تكون معبرة بفجوة ايرور تار مالو الموجود بين النقطة أو المشاهدة وإسقاطها على الخط الانحدار. تقريبا كما كنت نشرح الفكرة. إذا نعاود نوضح الفكرة أكثر، تحاول طريقة المربعات الصغرى الاحتفاظ بمجموع انحرافات تربيع لقيم القيمة الحقيقية من قيم المقدرة، قيمة المقدرة عند أدنى مستوى ممكن، وتزامن أن تأخذ قيم انحرافات أخطاء العشوائية بقيمتها الموجبة فقط. دونك دائما ماذا بين هذه القيم العشوائية ما تكون هنا نوليو، ما تكون قيم سالبة ماذا بين تكون موجبة. دونك حنا باش نردوها موجبة نديرو التربيع، هاي عليها طريقة المربعات الصغرى. إذا هنا مربعات نأخذها بقيمة مربعة من أجل أن تقترب من قيمتها الدنيا مينيموم. فاحنا كما نقدروش الاخر نربعوها، ممكن كي نديرو زائد ما ناقص تعطينا الصفر مباشرة. بصح حنايا باش تكون عندنا قيم حقيقية للأخطاء العشوائية ماذا بينا نربعوها، وبالتالي كي نجمعوها يكون عندنا قيم دنيوية، وناخدها بشكل مربع هذه لكي نجد النهاية الصغرى لمجموع الأخطاء العشوائية بسهولة. بالتالي يمكن تمثيلها نحو الآتي، بون في الرياضيات هو هادي اوالاس مينيموم تاع مجموع الأخطاء المربعة. هذا المينيموم تاع مجموع الأخطاء المربعة هادي كامل، هادي كلها أخطاء. دونك حنايا كلها اخطاء، نربعوها باش نقلعوا هذاك الناقص ولا هذاك السالب، ونزيد كي نجمعوها تعطينا، عفوا تعطينا مجموع الاخطاء العشوائيه اس 2. دونك هذه كي نجي نفكوا عاود العلاقه تعطينا النموذج الملاحظ اكراك تي ناقص النموذج القيه، لا المقدر عفوا اس 2. طيب دونك هذه الفكره كما كنا نشرحها سابقا. دونك هذه عاود نزيدو نفكوا النموذج، نتحصل على إيكراك تي ناقص أ زيرو شابو ناقص أ أن شابو إي أ أن إكس تي شابو سنين. طبيعة الحال هذه كامل نسميوها مينيموم دو جي تاع المعادلة. صح. دونك بالتالي كشرط رياضي لتبنية مجموع أخطاء لـ أو تي مربع، تأخذ مشتقات جزئية لكل من أ أن و أ زيرو ومساوي كل منها بالصفر. ثم الشرط الجوهري لتبنية هو أخذ تفاضل جزئي للمجموع المربع بمثل المعاملات النموذج المساواة المشتقة الأولى بالصفر. إذا نعود بعدها نقوم بالاشتقاق الأول، عندنا المشتقة الأولى من الأسرة صفر والمشتقة الأولى من أ أن، نتحصل على هذه الأشكال. بون حنايا غادي نختزلو 2 ناقص 2 مع ناقص 2، خاطر هنايا عندنا يساوي الصفر، يعني بون مكتبتهاش، يساوي الصفر يساوي صفر،
قسم 2 قسم 2. إذا نعود بعد توزيع هذا المجموع واستخراج جميع المعلومات الإحصائية هنا، سوف نتحصل على القوانين الآتية. هنايا الـ A0 شابو يتحصل على وسط الحساب الـ Y، ناقص A1 شابو في X إكس بار ولا وسط الحساب الـ X. ثم عندنا A1 يعتمد على الكوفاريونس إكس لي، تباين مشترك لـ X Y، على قسمة التباين لـ X. ثم لتفكيك هذا A1 يمكن استعمال تقريبا نفس القوانين اللي درناهم في المهام الارتباط بيرسون، هما هادو تقريبا نفس القوانين. ثم قبل ما ننتقلوا الى الفرضيات، انا باغي ندير واحد المثال توضيحي. حنا نفدو هذا، هذا عندنا دروكا ونفدو هاد القوانين نطبقوا عليهم. دونك عندنا اكس واي، بغينا اكس نفرض بان اكس هي قيمه مضافه للقطاع الصناعي ولا لاستهلاك الطاقه ولا قيمه مضافه للمؤسسات الناشئه، او عندنا كما نقولوا عده ظواهر تؤثر على اكس. هذا الاكس ممكن نقولوا انه اقتصادي، جينا سهله نديروا نمو اقتصادي، وهذه نديروا قيمه مضافه للمؤسسات الناشئه. كان هنا مؤسسه الارباح تاعها، كيف هذه الارباح تاعها تساهم في النمو الاقتصادي كمجموعه كامل، صح؟ اذا هنايا نديروا نموذج انحدار بسيط. نموذج انحدار بسيط، حاجه الاولى ممكن نحسبوا هادو كامل. عندنا نحسبوا الوسط الحسابي لا موين، نحسبوا لا موين، صح؟ اذا نعاود نحسبوا الاوساط الحسابيه، نعاود نحسبوا الاوساط الحسابيه هنا، اذا هذه هي الاوساط الحسابيه. بعدها الاوساط الحسابيه نشوفوا واش نحتاجه. اذا احنا في الوسط الحسابيه نحتاجو هذه في هذه، دونك دائما عندنا، اذا عندنا هذه في هذه، صحيح؟ دونك هذه معناتها بون ايغراك ناقص ايغراك بار، هذه اكس ناقص اكس بار، صحيح؟ هنايا عندنا ايغراك ناقص اكس بار بين قوسين في مضروب اكس ناقص اكس بار، ها هو دير عندنا هنا، وكل المجموع تاعهم غادي نديروهم كامل، نعاود بالتالي نخرجوا المجموع. إذا عندنا هنا مجموع ناقص 47، صحيح؟ عاود دروك حنايا باش نحسبو لهنايا اللي عندنا في المقام، عفوا عندنا اكس تي ناقص اكس بار 2، إذا هنا هادي هادي اكس 2، إذا نحسبوها، وهنا راه عندنا المجموع. إذا حنايا هنا A1 كيما تحصلو عليه عندنا هذا، وما نقسموش على أن بطبيعة الحال، هنا ديجا مباشرة مختزل أن. عندنا هذه قسمة تباين مشترك ماشي مقسوم على ان، وعندنا تباين العادي تاع اكس مقسوم على ان، يعطينا ال A1 ناقص 0.01، صحيح؟ وال A0 طبقوا عليها ال A0، عندنا دروك إيكغراك بار هذه، إذا عندنا ناقص بطبيعة الحال ناقص بين قوسين هذه ناقص مضروب هذه، إذا عندنا 253. إذا النموذج تاعنا إكراك هو هذا، نقدر نكتبو هنايا A0 الأر، وهنايا إكراك نكتب A0 200.71، وهنا عندنا ناقص 0.01، صح؟ إذا لتأكد من ذلك ممكن نمر إلى مثلا، نمر إلى هنا ناخد كما نقولو الإيفيوس دايما، ناخد هنا كويك استيميت إيكويشن، عندنا إكراك سي إكس أن مباشرة هاواد، عندنا سي هاواد 253.71، والأخرى عندنا ناقص 0.01 بالتقريب، هاي هذا هو النموذج، ويكتب ريبريزونتيشن نكتبو على هذا الشكل، بون بلوس أو تي، هنا كنديرو إكراك شابو إكس أن شابو عادي، بصح هنا كيكون مكتوب هاكا نزيدو له زائد أو تي، كيكون بلا شابو، صح؟ إذا هذا الشيء اللي بغيت نوريكم ونوضح لكم فيما يخص هذا المحاضرة. إذا حنا بغينا نكملو عاود شيء آخر، نتكلمو على الفرضيات النموذج الانحدار. وهنا نموذج الانحدار البسيط، عندنا فرضية ولا ضرورية وجود علاقة خطية في نموذج الانحدار الخطي البسيط على المتغير المستقل لتفادي الخطأ
قياس المشروع على، ويتم ذلك من خلال تأكد البيان سحب نقاط التي تمثل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل. دونك حنا ضروري وجود علاقة خطية. وحنا ما بغيناش نتكلم على فرضية نموذج انحدار بسيط، لاخاطر هي مهمة جدا للتحقق من صحة هذا النموذج المقدر. هل هذا النموذج كما نقولوا يكون معنوي، معبر عن الظاهرة المدروسة، قابل للتنبؤ، قابل لدراسة التأثيرات بين الدوائر المختلفة إلى آخره. دونك هذه مهمة، هذه مهمة فيما يخص تحقق من صحة النموذج. دونك عندنا عاود فرضية ثانية، إلزامية وجود انحراف التغيرات في بيانات متغيرة مستقل عبر عدد المشاهدات، أي انحراف معيار مادا بينا يكون يختلف عن الصفر، ولا بد من وجود قيمة واحدة على الأقل مختلفة عن البقية، وهذا لتفادي نتائج متحيزة ولا منحيزة. إذا عندنا أصل قيم متغير مستقل وتابع ملاحظة محسوب بدون أخطاء، وهذا لتفادي خطأ التحديد. تقريبا هذه كلها معاد سطور الفرضية الثانية والثالثة عندها علاقة مع الإبسيلون تي، إذا مع الخطأ العشوائي. وحنا مادا بيا يكون نموذج بيانات تكون تقريبا ما نقولوش عشوائية بطريقة عشوائية، لكن عشوائية مختلفة، يعني ما تكونش جماعتين مأخوذة متشابهة كال إكس إيكغيك متشابهة إلى أقصى درجة باش نقدر نحسبوها، وما تكونش مختلفة واحدة الدرجة باش حتى هي يكون عندها حل علاقة نقدر ندرسوها. نمشيو على الفرضيات العشوائية. دوك على الدوبل أشكال الفرضيات العشوائية هذه لازم تكون كاينة، معناها التوقع الرياضي الخطأ دائما يكون معدوم. هذه التوقع الرياضي الأخطاء شوية يساوي الصفر، هذه ديجا نخدموا بها بزاف باش نديروا البراهين الإحصائية في التحليل الكمي والاقتصاد القياسي. احنا مادا بينا تكون تبع أخطاء الأبيض صحيح. أصلا تاع هذه مادا بينا يكون عندنا توقع رياضي الخطأ شوية 2 يساوي التبات بين حد الخطأ، أي انحراف معي عفوا تباين للخطأ، وأنا كنت نشوفه بلي 2 صح. إذا عاود نمر إلى فرضية أستا، هنا دائما يكون عندنا استقلالية توزيع الأخطاء، خطأ بين خطأ آخر دائما يكون مستقلين يساوي الصفر، ويكون اختلاف في الزمان صح. هنا كي ما يكونش عندنا يساوي الصفر يختلف عن الصفر، بطبيعة الحال هنا نوقعوا في المشكل تاع ارتباط ذاتي الأخطاء العشوائية. عندنا أشات، عندنا فرضيات أشات تؤكد فرضية 3 و4 حيث تنص على عدم وجود الترابط بين متغير مستقل الأخطاء العشوائية، أي تباين مشترك بين خطأ عشوائي إكس يساوي الصفر. ثم عندنا الفرضية أشويت، يجب أن تكون أخطاء عشوائية تتبع تسير التوزيع الطبيعي. طبيعة الحال هذه لازم تكون كاينة، ترى هذه ديجا تتأكد من الفرضية كامل 4 5 6 7. والأخيرا نموذج دائما يكون على الأقل في عدد مشاهدات 3 فما فوق. إذا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.